كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. كيف كاف الجميع أن الأيام استعدادات ديالها خاصة في هذه المناسبة ديال هذا الوباء. الله بهذه المناسبة كنتمنى الله باش يهز علينا هنا باش ما يبقاش يرفع علينا هذا الوباء ونرجعوا للحالة ديالنا العادية بحال اللي كانت قبل ونعاود نرجعوا للنشاط ديالنا اللي كيف كان قبل. أنتم كتشوفوا المحطة في حلتها الجديدة هي مصايبة، كتشوفوا مسافة الأمان دايرين بين مسافر ومسافر باش تاخذوا واحد الصورة عليها، كتشوفوا درنا باب خاصة بالخروج ودرنا خاص باب أخرى خاصة بعيدة عليها باب خاصة بالخروج وحدة ديال واخا أستاذ، ولكن كنشوفوا ما خدامش الحافلات بزاف، شحال من حافلة خدامة حاليا كنشوفوا الناس قلال. كيعرف الجميع أن المحطة الطرقية كتستقبل في طيلة السنة في العادية كتستقبل بين 320 340 حافلة طيلة السنة كتكون في اليوم، أما الآن البارح اللي يلا انطلقنا كانت يلا شي ثلاثة الحافلات اللي كانوا مشاو نظرا لأن كان واحد الإضراب ديال أرباب الحافلات وهذا اللي كنشوف أنا النقابات كاين شي بيان ديالهم وهذا وكاين شي اتصالات بينهم وبين دابا الوزارة على بعض البنود راهم معاهم في الحلول باش إن شاء الله يلقاو شي حل، لأن دابا الزبناء اللي كيجيو لهنا حنا ما كان حنا درنا واحد القضية هو أن كنحبسوا الزبناء على برا كنشوفوا الحافلة اللي كاينة داخل المحطة باش ما يكونش عندنا شي اكتظاظ لهذا، كنشوفوا الحافلة تن المسافرين على برا كنحبسوهم كندخلوا بواحد النسبة بالنسبه باش ما يكونش واحد الاكتظاظ حدا الشبكه. كاين واحد دفتر التحملات يعني دفتر التحملات اللي دابا وزاره النقل دارت جوج دفات التحملات، واحد بالنسبه للمحطات الطرقيه واحد للارباب النقل، وحنا مازال دابا كنستناو باش يوصلنا ديال المحطه الطرقيه، وحنا داكشي اللي في البنود ديال المحطه الطرقيه راه حنا درناه المسائل كلشي مهيئ ليها. شكرا السيد المدير جزاك الله خيرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.